لا يبالون الموت الذي يحاصرهم، يضحون بأنفسهم من أجل بقاء الآخرين، يقدمون على خدمة المواطنين لتأدية رسالتهم النبيلة على أكمل وجه خارج حدود الوطن. إنهم الأطباء السعوديون الموجودون حاليا في مصر، يسطرون أسمى معاني العطاء الإنساني والمسؤولية الطبية. أطباء الزمالة السعودية أنا شايف إن هم بيشتركوا مع الأطباء المصريين، بيقفوا على الجبهة بمنتهى الشجاعة في معاونة المنظومة الصحية داخل مصر وتقديم الخدمات الطبية لمريض فيروس كورونا. الحقيقة أنا كمان اللي لفت نظري إن مستواهم الطبي بصراحة رائع. الدكتور عبد العزيز متعب السعدون أحد ملائكة الإنسانية في زمن كورونا، يعمل في تخصص الأمراض الجلدية ضمن برنامج الزمالة المصرية. لا تمنعه الظروف والإجراءات الاحترازية من ممارسة عمله ومتابعة مرضاه. احنا مجموعة أطباء سعوديين متواجدين في مصر من خلال برنامج الطبي للزمالة. عددنا يتعدى 100 إلى 120 طبيب حاليا، ما بين طبيب عام وطبيب أسنان في مختلف تخصصات. طبعا كان تواجدنا في الجائحة هذه من قبل بداية الجائحة، واستمرينا من خلالها. أكثر من 100 طبيب سعودي قرروا البقاء في مصر، يعملون في المستشفيات المصرية في التخصصات كافة. احنا اكثر من صف، يعني عندنا اطباء الطوارئ المتواجدين هم الصف الاول اللي بالمواجهة. احنا كاطباء باطنية او امراض جلدية بنتعامل مع المريض في العيادة، ونتائج اللي تحصل للمريض من خلال استخدامه لكثرة المعقمات هذه بتأثر على مشاكله الجلدية. حضور مميز يسجله الاطباء السعوديون على الصعيد الانساني والمهني، غير عابئين بالمخاطر المحيطة بهم، ومشاركين زملائهم المصريين في مكافحة الجائحة. هكذا هم سفراء الإنسانية. لقناة الإخبارية، محمد عبد الحكم، القاهرة.